بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله وحكب الله بنا آيات تضبعتنات سورة الأنفال مرورا على ختامها إلى آيات اللحاد سورة البرع غنيمة بدر وكيل إسكو قبطه النبي وضدك الله تشدي أبو بكر صديق تلدي سيبه راعي والله إسكو يرعان أنتي وقدم بينتينا والله حلالي وحلالي فكلوا عنا مما غنمتم أد غنيمة سيتين حلالا سوى حلالا طيبا نظيفا واتقوا الله لك بقاء إن الله غفور رحيم ماشا مركضت كيلا قفاشي بألا لها اللي يا أيها النبي النبي شرفت لها يوم قلوا حاد كترا لمن ضد في أيديكم قعمه نكترا أو من الأسرى قوى لقفاشي إن يعلم الله ألا هدو أقيهي في قلوبكم قلبيالك نكوية خيرا توحيدية إسلامي يؤتكم وحو إذن سين خيرا كوكا خير بدن مما كي أخذ منكم لإذن كقاضي ويغفر لكم وأنو إذن دافي والله ألا نغفور كدافو ويرحيم ونحرس ذاتكي أصارد أهاي اللقب غبتي لأنك عندها لغة يمركي في ديادة لغا قاضي وحالو يري haddad islaanimo aad muslimtaan oo khayr oo qalbigiina ku jiro allah waxa ka khayr badan boo ina siin marka nabi ilaah muhammad wuxuu yiri dad badan oo waxaan ogaahay reer bani haashim iyo cid kale ba ah oo la soo qasbay oo dagaalka aanu soo qasin oo reer bani haashim ninki arko badbaadi abbas bin abdul ninki arko badbaadi abu bakhtar ninki arko badbaadi abu hudayfa بن عتبة بن الربيعة وجد بن يمياه أبيه ولالك يا ديرك بلد دلين يا جم أنت عندك يجي أبا يوغا يلا إنه يا نكوة بتبالي نبي قال الله شهري عمر بن الخطاب بيري يا رسول الله أنما رح كتشروا نكو هاد منافق ما هاي حماسة ما ما شاء الله ثقتي مركا وحن كي أبانا هيبوري إن الشهيد نخدم ويه كلمة داس إني وعيد انتو marka nabiga ilaah muhammad abbas qoladii ansaarta ay qabtay intay xireen yabeenkii nabigu u seexan waayay wuxuu yidhi xalay taahi adeerkay baan la seexan waayay waa laga furay aroortii baa loo keenay wuxuu yidhi abbas adeer anigu muslim baan ahay buu markaasuu yidhi islaanimadaas oo allah baa ku ogowey ku qardoon tahay anagu samuqaalkaaga anaga dib nagu tahay efidiyadii waxaad ka bixisaa adiga ka u dhay labada wiil ee walaalaha dhaleen Nawfal bin Harith bin Abd Muṭṭalib iyo Aqil bin Abi Ṭālib bin Abd Muṭṭalib iyo ninka Cusba bin Umar la yiraahdo idinka tirsan intaba bixibuu ku yiri kaasuu ma haye intaas oo dhan ma haye marka suuri maalkii aad aasay marka soo kacaysay ya adiga umi fadl aad haydeen ee tiri hadii aan wax soo noqdo ويلا سيد عبد الله يا قسم يا أبو الفضل بال حقول شرا مركز شيلي وان فضائنا رسول الله تعالى لكن لباتن لباتن وخيادات والذهب هو شيء كقوة يلا قد لعي لباتن كي هلا يقول ضروري ميل لباتن كسوى غنيمة ألا النسيب والنبي بكويل يقول النبي بكويل وغنيمة ألا النسيب والنبي بكويل مركز والله الله الله بي عباس تدخل حلقة قادي أفرتهم وخيادات عباس يسقى حلقة قادي سديتهم وخيادات أو ميلا labadi wiilo adeerka u ahaa iyo ninkii kale oo min afartana yaa laga qaaday 88 adu 128 200 baa laga qaaday iyo 20kii way qodayde ka dhacantay sidaas ay xoolahaas iyo ku baxeen waxa kale oo jirtay nin abul aas la yiraa oo gabadhii Zainab ahayde nabigu u dhalay qabay yaa dadkii ku jiray Zainab waxay soo degtay fidiyadii ilaan makay joogtaaya kuul weyn oo qaali ah oo hooyadeed Khadiija lahayd bay soo dirtay markaas uu nabigu yidhi u celiya gabadha isagina waa la siiday wuxuu nabigu kula ballamay gabadha ay soo dir Abul Aas xaqii uu tagay waa ninku nabigu aad u amaanay buu ahaa labadii ba ka daba timid ninkii waday baa intuu leebashay dhulka soo dhigtay bil calanka soo dhaaf Abu Sufyaan Abul Aas ay soo xigeen baa u yimid wuxuu warniyo balleebashaad intaad haysato ila hadal warniyo arabi soo noo dhimaysan nimanka way daciifeen had had
ما حد قبلنا وصوك عايز ما هذا وقت هو صهان سوك عايز يدود بس هو الكبر نقول لو عش قد بوسوك عين أفر سنة كذب أبو العاص نبيه وعلي قبل زين بهاي مركا عباس إذا صار عليه مركا في ديدي والله قاتي مركا ضدك لقفاشة وحد كتيرة في ديدي اللي قبل حين المسلمين تشيغان ايي اشاغتي هدي الهي خير ايدن كو اوغيهاي وها لي ايدن كا قاده واخ كا خير بدن بو ايدن وانو ايدن دم بداف عباس وحي الهي واخ كا خير بدن بو شي 20 ادون بابن هلي بود مركي دم بده مركي دم بده دم بداف كان الله بان كسوغيا بو يا ايها النبي نبي شرفت لهايو قل وحات كو تدا لمن دد في ايديكم غعمهن كو جيره او من الاسرى كو ولا قفاشيا إن يعلم الله ألا هدوكوك يعني في قلوبكم قلبيالكين خيرا خير يؤتكم محبد سين خيرا وحكا خير بدن مما أخذ منكم وإلي ذنك قادر وهنتي بدن بعد هليسان وبرواقات هليسان ويغفر لكم وانو إذين دافي تاسا وكسي ويني والله الله سبحانه وتعالى غفور كدافو يرحيم أن حريستو قفكي توحيد كسوق الله إسلام كسوق الله دم بيسيو هوري الله قبن باي سبحانه وتعالى وين يريدوا هذي دون أن خيانتك خيانة دار، فقد خان الله الله خيانة من قبل هرب الله خيانة، فأمكن ويدين جعلي منهم إياك جعلت ويدين جلي، والله الله العليم كأقوى حكيم وفلسن، أيدوا حيلها سيادتك إلا قبتي أي مسلم بانونا، مسلم بانونا هاي بين وان إسلامنا، إسلامنا ماذا أي شيء جن يان هذي خيانة وجدان هري الله خيانة. ورك غعنت الله يدين سو غليين waxba idin yeeli maayaan way way yuriidu haday doonayaan khiyanataka khiyanadaada adi ay ku khiyanaan kuwan islaanimada sheeganayay faqad khaanullah allay khiyanan min qabl hor fa amkana wu idin gacan galiye minhum iyaga xagooda gacantiinu galiye wallahu allal alimu ku ogow ya hakiman oo falsan innal ladina kuwa aamanu mu'minoobay wahaajaru hijrooday وجاهدوا دغالمي باموالهم خولودا كو دغالمي وانفسهم نفطودا كو دغالمي نف يا مال بهوري في سبيل الله الا درتي يا ولدينا كو اوو كو وادجيه او دمي كو مهاجرين تا او ونسرو غرغايو مال يا دينع ولب او غرغاري اولئك كواسي بعضهم قاركود اولياء بعض قارك كلا سوكيه سي وي ايغا تول ولدينا كو امنو مؤمنو بي ولم يهاجروا أسوه هجرون ما لكم إذين مسغن من ولاياتهم سكيا لمضوضا من شيء وحبكم الهدين حتى يهاجروا إلى أسوه هجرون الله سبحانه وتعالى وحليها مهاجرين تي نفتوض هرياشاها نفيا مال بهوري إيكوي أنصار رسول الله أها إيكوي أسوه هجرون الدجيي مع النبي الدجيي وقرقاره وقعنسيي كواسا صاحب wax gaalo saaxiib la yahay ma jiro qaraabannimo kale ma jirto islaamka saaxiib lagu yahay kuwi muuminiinta ee laakiin soo hijroonin muuminiinta awli soo hijroonin sokeyannimadoodu waxba inaga inagaba gelin ilaa ay soo hijroodaan markii soo hijroodaan u bay tol inoo yihiin kuwaas oo kuwi makkah ku hadhay ma aha waa dadka baadiyaha iyo meelaha kale ee tuulayowga dagan ee daacwadu gaaday laakiin aan soo hijroonin kuwaas wax inaga dhaxeeyo oo يعني مسلمين بها هذين وح يعني وذا شقينه إن جد حيساي ما شفت إن الذين كوي آمنوا مؤمنوا بي وهاجروا هجروا يصاق حي وجاهدوا دجالهم بأموالهم حوله هذا كود دجالهم وأنفسهم نفطوا هذا كود دجالهم نفيا مال بهوري في سبيل الله ألا الدرسي يا والذين كوي آووا دمي ودتشي ونصروا أجرجاري أولئك كواس بعضهم قاركوت أولياء بعض قارك كلا سكويه سوي واطل والذين كوي آمنوا مؤمنوا بي ولم يهاجروا أسوه هجرون ما لكم إذين مسغن من ولاياتهم سكويا لما ضوضا من شيء إن يربها هاته حتى يهاجروا إلى أي سوه هجروا ذا هل كوضا هين قتشوغا يالا لي وين استنصروكم هدي إذن كقر قارد البان في الدين اللي أجل الدين الدين تردرته ودين تردرته اللورد بيو فعليكم دوشي نوحا واجب دنكوة النصر وقرقارد إلا على قوم قوم أيضان وقرقارين موية بينكم إيو بينهم إذنك يجد حضر ميثاق بلاني أيتاي
والله ألنا بما تعملون وحد عمل فليسان بصير وأركا قل ذا أسوه جلونين يا مسلمين تيميشا شوكتا هدي حق الدين تلو أعدادي هدي يعني وحيوك على السكر هدي اللي يسوه دعما حق الدين تهدي لو أعدادي ويجي سوقي الشباب وقرقارة وقرمدة إلا قلو إذن كي يجب أن يكون هناك سمويان قل ذا إسليدين هنا هدين قل أبا لن يكون هناك حيث تبالت فور المثال إلى الله شيقوا اللي إذا هدبالت وانكبحني بكا قل ذا نصيدا سألوا لدهم والذين كوا وإن استنصروكم هدين إذن كقرقار دلبان كوا أسوه جلون يعني في الدين دين إذن كقرقار دلبان فعليكم دشين وحاء هداد مؤمنين تتين أنصروا قرقارد إلا على قوم قوم أوديان وقرقارين المويان وبينكم وبينهم إذن كي يجد نحضر مثاق بلنا أيتهاي والله الله سبحانه وتعالى بما تعملون وحد عمل فليسان بصير وأركا والذين كوا كفروا قالوا بي بعضهم قاركود أولياء وبعض قارك كله تلكود وي صاحب بدود وي إلا تفعلوه سدا هدي دان سمينين وإذا إذن كو سوكيا نقونين فعل كهدي دان سمينين أدقال ده أدلع اللو ذين والله قال لما يسان فعل كهدي دان سمينين تكون توجد حالها لفتنة فتنة لها في الأرض دولك أيه فساد وفساد كبير نوين تفعلوه الضمير كاسي وحكونهم وحيابها لنا أمري سيدا لي ذين أمري وإنا اسكدوا بناتان قال ذين اسكح لسان حتى إذا سمينين فتنة بادن بادعي دقالي اسكهرمات بادعي فساد بادعي يشرك بادعي مركا الضمير كاسي وحامو نقنية وحال صوتها وردمو نقنية والذين كوا كفروا قالوا بي بعضهم قاركود أولياء وبعض قارك كلا صاحب دون ممنين تنيجا إسو صاحب أو طلع قال ذو نيجا إسو صاحب أو طلع إلا تفعلوه فعل كالا صوشة جهد أيضا سمينين أيضا إذن كتل نقول قال ذو نسكعلين تكون وحاء أهان فتنة فتنة أهان في الأرض للك دعيث شرك إيا إسكو هرمات إيا وفساد وفساد كبير نوين والذين كوا آمنوا مؤمنوا بي وهاجروا هجروني وجاهدوا تقالمي في سبيل الله ألا درتي إيو الذين كوا آووا الضمي كوا أدتشيي وأنصاري ونصروا أقرقاري أولئك كوا سهم بقى المؤمنون حقا في النبا مؤمنين تنبتي وكوا لهم وحاوصنا هذه مغفرة دم الداف إيو الرزق الفزق الكريم ونأكسان الرزق الكريم قرآنك انتبض جنة كل شيء جنة اللوغشين ومسألة دي هراء قولة المهاجرين تا دقالان تاي يقولة دي دجيسي وانصار تاهاي وحوي مؤمنين تنبتي واكوا كوا ودودو در ننكي مرون با مؤمن دابا لكن بدافة يرزق كريم إليه والذين كوا آمنوا مؤمنوا بي وهاجروا هجروا دي وجاهدوا دقالامي في سبيل الله ألا درسوا دقالامي يو الذين كوا آووا الدمي كوا سوا هجروا دي ونصروا أقرقارا يقعان سيئي أولئك كواسهم إيهو المؤمنون كوا مؤمنون تأوي حقا نبعهان لهم وحاوصوا بناضي مغفرة دم الله فيهو ورزق رزق كريم ونكسا والذين كوا آمنوا مؤمنوا من بعد دب كم مؤمنوا وهاجروا هجروا وجاهدوا دقالهم معكم معين فأولئك كواس منكم إذنك إذنك مدهن كونوا حوي بعد الحديبية سلح الحديبية ضدك الصواب مسلمين دبدنا شو هجروني كواه روحاها المهاجرين الأولى مهاجرين تقول رسبة هاي مهاجرين تكواه رأي الله شيئا كونوا انتي نبت قلية ذو العلي الله نبضاي كوي شو هجروني قوي إياغا قلوه ذو وائدن كم متبالي قدين إياغو واشكم متباتين والذين كوا آمنوا مؤمنوا بي من بعد الدب كم مؤمنوا بي وبعد الحديبية وهاجروا شو هجروني وجاهدوا دقالمي معكم إذن كمدين دقالمي فأولئك كواس منكم إذن كإذن كمدين وأولو الأرحام قرابة كوا صاحبك بعضهم قاركون أولاك يكفي عن ويحيق ببعض قارك كلي في كتاب الله إلهي حكم كيس آيادا مركي صحابة أي مدينة إسوكو تغير حلفي باليس كل حلفين حلفي إيو ولا لنم الله بدي ولا ليه ويسلح ليه marka ayadu waxay leedahay xagga dhalka markii loo koo qaraabada u baahsan dhalay
إذا كيل ولا ليه يسيدا إيش كل حلي كده يسيدا كمل قارك ما شرته وحاسي وين قرابة ما يسلاه مركا أرحامتنا حق اللقطة مركي ليه هذا ذات كان ده حلك الله يبلغ عبرا أرحامت وارحيم يا لقى عبرا يو حق هواين كي يكي ماد علماء قارب سيدا كفسر لكن ماشان علماء وحيلين أرحامته وحلوقة كده دلع كستبه كي مادني قرابة يجوم بأسوحيه أو وحكل قاضي شري سنحلي دله وقولوا الأرحام قرابة نمد قوة الصاحب كاهي بعضهم قاركود أولى كي أحيق ويهي أو أنا يسبب بعض قارك كلي في كتاب الله إله حكم كيس إن الله الله سبحانه وتعالى بكل شيء شيء لا أرك كله عليم كي أقوي وعلم ألا أقو حكم كون هو الله إنا صهر دقاي إلهي علم بو كسلي علم بو إنا شالي سورة التوبة ومدني أضدد بايلا لبضع أيضا دم بيسموه ومدني سورة دو سورة الأنفال أنت مدينة لا تكوي وشهر دقي بأحي سورة التوبة نكوي وقدم بيجي بأحي كوي شهر دقي وحان الله بحي مقعي هذا وحكم هذا الفاضحة عبايسو يعني فاشيشو وحكم هذا ومنهم كم مركب منافقين تلقاهل ومنهم ومنهم كسيس عبد الجان إلى أن كيامنا إلى أن جبنا الله سبحانه ومنهم أن جنا الذي ذا إلى أن كيامنا بير بكسورة بدأ بسن ملك بسن كواحد لو يلي واي إلى اللي قول بأكشرت قول حوليها عربتها وحاد وهاي مركي الدجال تشيله أو ورقدها دجال قال الله يصد رأيه بسن كوي كرني بتشينه مركسورة دنود دجال يو وحبا سيكوس أبسنتهاي لكن مدة أغفي عن وحوية كدة سنين عثمان بن عفان مركو مصحف كقري يا وحال ويديني سورة الأنفال ومثاني ذا كم ذا قرآن كو وحوية الصبح الدوال والمثاني والمئين والمفصل الدوال وحال إلى اللحدة هراء تكون على البطة دبين دونا المئين وحال إلى كوا آيضوها بقول يوحي كثرة يأيهين المثاني وحال إلى كوا آيضوها بقول كوها سيئان يا مفصل قرآن كوا أنت مرك عثمان بن عفان وحل ويدي سورة الأنفال المثانية هي سورة برا والمئينة حد سقط درتين بس إنك محد أقولك للحديق ويدين مركه وحيد عثمان بن عفان نبي الله محمد مركه وحي كل شيء دب آيات دي أتي ماذا سورة تبلا كدرة يوديه كذي سورة دا مرعى أبحية ساس يوديه كذي مركه الله بدن سورة ذات ويسو شبهانه ويسو أجهينه قصده ويسو أكتاه نبي قلنا نوما كلا عدا ينن إنه إسكو سورة ديهيني إنه كلا لبا سورة ديهين سيدا درتهد يانبسيكا أغطاق نقود مركا واليسكو خلافيه مركي القري إسو قولا دي بسين هالله يالا لحي لتيح قلين ايو ميل عد بالبنه يو قولا دا لتيح قلين ايو بسين هالله يالا قولا دا لبسين لو يالي مهينا بسين كيبا لغتاق سيدا سالقود دهد هذي sidaas ugu wanaagsan wax bisinka looga tagay marka asabcu diwaan lixda hore iyo afaliye bare oo isku daray todobada dhaadheer waa kuwa uu intaas ay u badan tahay culimada baraa'atun hadhihi baraa'atun bari noqosho weeyo min allah allaka xaqiisa ka ahatay iyo rasuuliy oo la diray ila ladina kuwi loo diray aahatum allah ballanteen oo meel mushrikiina kamida fasiixu baa lagu yiri nimanka iyaga ah ee la balamay fil ard dulka arba'ata ashhurin afar bilood wa'lamu ugaada annakum idinku qayru mu'jizillahi allaku wa'jiz galin oo ka baxsan kara inaydaan ahayn wa annallaha allana mukhzil kafirina galad ugu hoojinaya subhanahu wa ta'ala suratu hajji hajjatul wada kor ya abu bakr siddiq ba hogamiya ka markaasuu Cali buu ka daba diray Nabi Ilaahay Muhammad oo 40 aayadood oo baradan u horeeyso wada wuxuu yiri iclaamiya inaan sanadkan wixii ka dambeeyay mushrik soo xajiin ruux qawlin imanayn sida iclaamiya sidana ay barad tahay oo la ogeysiinayo dadkii balan lala galay xukunkoodu wuxuu noqon doonaa Cali ibn Abi Talib ka daba tagay Abu Bakar baa yiri war ma imaan baa tahay yaani ma anaga annu hoggaaminaysa ma soo anagu soo may idinkaan idinku soo beeroy markii meeshii la tagay oo xajkii la tagay ya Abu Hurayra ragu kamid yahay ya ku dhawaaqay markaa bara
waa lagu dhawaaqay waa la ogeysiiyay xaaladu sida ahayd baa la ogeysiiyay maalinta lagu dhawaaqayna waxa ahayd yawmun nahri baa ahayd alhajjul akbar sida ugu fiican waa yawmun nahri marka waa sida aayadu hadhihi bara'atun barinu barinimada waxa la yiraa ruuxi oo hawshiisi ka baxday wixii oo hawshiisi ka baxday waa la idin ka bari noqdo waa la idin gooyay way hadhihi bara'atun barinu qasho wayo min allahi alla xaqiisa ka ahatay iyo rasuulii rasuulkiisa xaqiisa ka ahatay ila alladina kuwi baana loo diray bari noqoshada caahadtum aad la ballanteen oo min almushrikiina oo ballan idin ka dhaxaysay oo maxaa lagu yiri fasiixu socda fil ardi dhulka arbacata ashurin afar bilood meeshaad doontaan mara saad doontaan u ganacsada waclamu ogaada annakum idinku kayru mucjizillaahi alla kuwa daalin kara oo cajis gelin kara qeybkood inaad tihiin wa anna allaha allana subxaanahu watacaala muqzil kaafiriina gaalada kii hoojin weyn wa adaanun ogeysiis weeye baraa'atuntii horey ku cadfan tahay adaanun ogeysiis weeye oo min allaahi alla xaggiisa kaatay wa rasuulihi ila annaasi dadka la ogeysiinay loo diray yowma alxaji alakbari maalinta xajka weyn oo maalintaasi waa maxay anna allaha alla bari un bari inuu ka yahay min almushrikiina mushrikiinta wa rasuuluhu rasuulkiisuna bari buu ka yahay fa in tubtum dad yahu haddaad tooba keentaa oo islaamka soo gashaan fawa tooba keenkaasaa khayrun lakum idin khayr badan wa in tawallaytum haddaad jeedsataan faclamuu ogaada annakum idinku qayru mucjizillah kuwa alla cajis gani qayrkood inaad tihiin maalintii yowmu alxaji alakbari waa maalinta carafo afarta bilood ee la sheegi bilihii xurmada lahaa ee la yaqiinay ma aha oo dilqacda iyo dilxija iyo muxaram iyo safar dilxija aan idhaahdo iyo muxaram iyo safar iyo rajab ma aha afarta bilood maanta waxaa la joogaa muxaram safar rabiicul awal labaatanka rabiicul thaani waa intaa weeye afarta bilood ee ma aha bilihii xurmada lahaa wa adaanun ogeysiis weeyo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay wa rasuulihi rasuulkiisa xaggiisa ka ahaatay ila annaasi dadkana loo diro la ogeysiinayo yowma alxaji alakbari maalinta xajka weyn waa maalinta yowmu nahri weyn maxaa la ogeysiiyey dadka annallaha biannallaha alleh bari un bari buu ka yahay min almushrikiina mushrikiinta bari buu ka yahay wa rasuuluhu rasuulkiisuna bari buu ka yahay fa in tubtum hataa tooba keentaan ood islaamka soo gashaan fawa tooba keenkaasaa khayrun lakum idin khayr badan wa in tawallaytum haddaad jeedsataan ood xaqa diidaan faclamuu ogaada annakum idinku qayru mucjizillaah alla kuwa cajas gelin qeyrkood inaad tihiin ogaada wabashiruu bishaare alladiina kuwa kafaruu gaaloobay bicadaabin cadaab aliimin mu'limin oo xanuujiyo oo guba meeshan naxwada marka la yidhaah naxwadu waxay soo bilaabatay sabankii saxaabada cali bin abi daalib baa waxoogay qorqoray marka nin baa soo galay reer miyi ah war qur-aankii nabiga lagu soo dejiyey yaa ibaradun nin baa yidhi anaa ku baryo wuxuu yidhi aadaanu minallahi wa rasuulihi ila annaasi yowma alxaji alakbari anna allaha bari-un min almushrikiina wa rasuulihi buu ilaahay mushrikiinta iyo rasuulkaba waa ka bari weyn macnaha waa cada markaasuu yidhi awaqad bari allahu min rasuulihi in kaana allaahu qad bari min rasuul faana abri-u minhu buu cumar bin khadaab baa loo sheegay ninkii baa lasoo qabtay yaa amiir almu'miniin ha igu degdegin buu yidhi xaaladu siday ahayd buu u sheegay marka cumar bin khadaab wuxuu amray nimaan luqada carabiga aqoonin inaanu kitaabka qur-aanka aqri karin iyo amray marka naxwadu halkaasi kasoo bilaabatay allah wuxuu leeyahay وبشروا بشارع الذين كوا كفروا قالوا بعذاب عذاب أليم مؤلم حنوشية إلا الذين عاهدتم ما شاء الله قصوا إسنوا حي فصيحوا أربعة أشهر أفر بلوت كلية يا الذين قبطين أفر بلوت كوا الله قبطين وحوين كوا بلنتوضوا أفر بلوت كيرين هي كوا بلنتوضوا أين مقعونين لكن مدلل إليه يحي كشيس لليه وقوة كوا أفر بلوت لو قد نقين كوا أفر بلوت لو قد وحوين kuwa muddadoodu afar bilood ka yartahay iyo kuwa muddadoodu ayna magacaawnayn laakiin heshiis la leeyahay waa kuwa ku leeyahay afar bilood ba la idin ka dhigan illa alladina kuwa mooye oo ballanta lagu fureynin aahatum aad la ballanteen oo min almushrikiina mushrikiinta kamida suma lam yanqusukum
aan idin ka nuqsaaminay shay aan shay oo balantiya in yarna aan ka nuqsaaminay walum yidhaahiru aan u kaalmaynin aleekum dushina ahadan qofna aan u kaalmaynay faatimu u taamiyeel ilayhim ku waadahu muddadoodi ila muddati muddadaad isku ogeydeen in allah la yuhibbu hujjaliha almutaqin waxaynu nidi afarta bilood qolada loo mudeeyay oo afar bilood dhulka meesha doontaan mar ka dibna talaaba la idin ka qaadi layin waa wixii muddadoodu afar bilood ka yaray iyo waxan muddadoodu magacawnay wixii muddadoodu afar bilood ka badan tahay hadii ayna balantii iyagu nuqsaaminin cid kale oo colahaydeen ayna gacan siinin muddadoodu ugu sima ha muddadoodu ha ku sima laakiin hadii iyagu balantii wax ka dhimaan ama cadaw idinka idinku cadaw ay gacan siiyaan waxa weeye waa lagu balan furayna gamta loo joogsho illa alladina kuumooyin oo aan lagu balan furayne aahadtum aad la balanteen oo minal mushrikiina kamida thumma lam yanqusukum an idinka nuqsaamina shay'an minal ahd shay balanti kamida ama waxba ka dhimin walam yudahiru an taageerin aleikum idinka dushiina an ku taageerin ahadan qofna فأتموا تاميال إليهم وتاميال عهدهم مددودي إلى مدتهم عهدك هو مدد يمدد واسرمين أتموا تاميال عهدهم بلانتودي مديسنين إلى مدتهم مددتكم بلانتين إن الله لا يحب وحوش عليها المتقين مركا هداد بلانتي أوفيسان أو إذا نكون بلانفورين تقفك التنقيقي هو أحوان أكسن فإذا سلخ مركا يبحان إنسلاك هو سيبا عربتا استعمال شبشي ويسي بنت يعني ويدا مات فإذا سلخ الأشهر بله مركي بحان الحرم إحرم لها فاقتلوا اللاية المشركين مشركين حيث وجدتموهم ملك الصوت كهشاء وخذوهم قبقبتا وقفاشا واحصروهم قؤذومية ورنع والبكامرة دلتين دين سوغلي وقعدوا لهم أفريسة كل مرشد ملك الصوت قبادة أفريسة يقول الله سبحانه وتعالى بلا حرمة الواسان شاكنا بليه وري حرمة الامه والباطن كبش عرفه يمحرم يصفر يربيع الأول يطبن كهراء بش ربيع الثاني وانت طبن كهراء بش ربيع الثاني والباطن كعرفه محرم صفر ربيع الأول طبن كهراء ربيع الثاني وانت بلا هين انقصني بقى لقيام وحبس اللي باطمان فإذا سالخ مركي بحان الأشهر بليه الحرم إحرم ذلها فاقتلوا الله يا المشركين المشركين حيث وجدتموهم ملك الصوت كهشان فلماذا وحيد حيث وجدتم حتى حرمك هذين لقيها والله اللين لكن حرمك والله قصاري لقول اللين ما يحرم وخذوهم قبقبتا وقفاشا واحصروهم قؤذومية ودنع والبكمرة ودلكين الأديدة وقعدوا لهم أفريسة كل مرشد ملك الصوت قبارة فإن تابوا هذه التوبة كينا وقاموا الصلاة الصلاة دعوغا واتووا زكاة زكاة بحيا فخلوا سيدا يسبيلهم والددود كقاد فراه وإن كوكلا إن الله الله سبحانه وتعالى غفور كيلا فهو يتحيم أن حريست لقد دين ما يوان توبة كينا إسلام كان سوغالي كليا لقد دين ما أفكا مركو كم مسلمة وإنو عمل كي كالي إلا ربين أولي مات هذه إلا ورمسلمان هي كليا لقد دين ما يسيدها فإن تابوا هذه التوبة كينا وقاموا الصلاة الصلاة دنا أوجا وأتوا الزكاة الزكاة بحيا فخلوا سبيلهم وددوا السيدة يؤبا نايا إن الله الله سبحانه وتعالى غفور كدافو يرحم الحريصة وإن أحد إن أحد قف أو من المشركين كمله استجارك هدوكم مغنقلوا فأجيلهم مغنقلي حتى يسمع سيبوا لغيس كلام الله الله كلام كيس ثم أبلغه قارسين مركز دنبه مأمنه بكانوا آمنتيسي قارسين داد كان ليري لا يؤو غبغب تهدو قف سعداء يما دو إلى مغم باندين أهي خير إني تهيب أبلغي يابا سيو كلام كان لأود غيستو وأمر كي ينهي قلوغو شاقو نبت قليا مركز دنبان إتهاد كحيسان أما هم مسلمان مينو مسلمين ميشو أمن كوهي لكيه ميشن معتزيلين وحيد أهلين الله مهد لكره كلام كعلى السعودي حروف مدن ملبيد يعني مرك القرآن كان هذا إنه هاي سنة ملك جبريل بقول فهم سيء ملك جبريل بترجمي مرك وقال لك ترجمي لا الله ما هذا كره والسعودي حروف مدن ملها
meeshana waxa la yiri kalaamka Allaah dhageystay la yiri hadduu quraanka aduuna kalaam ahayn waxa dhageysan la leeyahay waa maxa dhageysan la leeyahay mu'tazilatu waa ajeeb ugu waa qolada mu'tazilada la yiraa ee sifada Allaah oo dhan banaanka u dirsa way mujassimaduna kuwa ay ka soo horjeedaano Allaah waxay ku sheegayaan uu taagan yahay oo uu fadhiya oo lugu iyo fari uu leeyahay waa sidaas ay ku sheegayaan lama rabo waxa soo dhana sida sifada alla ku timid ha fasirin hanal qalluucin sideeda ku dhac wayna hadun qaf min al mushrikiina kamidhi istijaaraka kum magan galo fa ajirhu magan gal hatta yasmaa si uu dhageysto kalaamullaahi alla kalaamkiis thumma ablighu gaarsi ma'manahu makanu aaminkiis gaarsi maxaa sida loo leeyahay oo loo soo dhaweynaya oo ninkan maganta doonka ah loo magan gelinaya waa aqli la wayaalo cilmi bayna lahayn waxa laga yaa cilmi uu inuu kordha laga yaabo dalika magan gelintaasi gaannahu bi sababi annahum iyagu qawm qawm way la yaclamuna an waxba garaneen oo waxba ogeyn waxba ma oga marka si uu wuxuu u ogaado ninkaasi hal magan geliyo way.